وفقنا اليوم في تنفيذ ملتقى التطوع الثالث تزامن مع اليوم العالمي للتطوع في قاعة الجادة بالشارقة، ويتضمن الملتقى العديد من الورش والأقسام، أهمها آليات ومنهجيات قياس الأثر العمل التطوعي، وكذلك خطط الإدماج المستقبلية للفرص التطوعية ومدى تأثيرها على أفراد المجتمع. من هذا الملتقى ندعو كافة الجهات والخاصة والطارحة للعمل التطوعي بأن تنفذ أعمال تطوعية ذات أثر للمجتمع ولفئات المجتمع، وكما ندعو جميع المتطوعين المشاركين في طول السنة على جهودهم التطوعية للمجتمع.